طيب دلوقتي بقى عندي سؤال، هي البنات بتروح معرض الكتاب ليه؟ عشان تقرا ولا تتفرج ولا فسحة ولا الثقافة لسه ليها دور كبير جدا في حياة البنات؟ تعالوا نعرف الإجابة دي في التقرير اللي صورته كاميرات عسل أبيض في معرض الكتاب، وبعد الفاصل هسيبكم مع نرمين ومعاها مي عصام مؤلفة كتاب أصلا عادي. استنونا. الشباب أكتر فئة عمرية ممكن تشوفها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن لو ركزت أكتر هتلاقي إن البنات أكتر بكتير جداً من أي فئة تانية وباختلاف أعمارهم. ففي كل مكتبة أو في أروقة وشوارع المعرض هتلاقي اللي بتدور على كتاب معين أو شايلة شنط وأكياس مليانة كتب بتتناول كل الاهتمامات المختلفة. هو الواحد بيبقى جاي عارف هو عايز يشتري إيه بالظبط وبيجي يدور عليه، أحياناً بيكون خلصت، احيانا كنت لسه ما نزلتش لان احنا بنستعجل شويه في ان احنا نيجي اول ايام، بس لا عجبني المعرض السنه دي. اغرب معرض دلوقتي بيجي يسال على كتب مدعمه اللي هي في الصاله 3، بيجي بيسال عليها، هي دي الكتب المدعمه معظم الناس بتسال عليها. ورغم تناول المعرض لمختلف الانواع من الكتب اللي بتتكلم عن قضايا ومشاكل وقصص وحكاوي المراه، كانت للروايات الشبابيه النصيب الاكبر في اهتمامات البنات. هي الكتب شويه النفسيه، غير ان في اصلا اقبال على الروايات وعلى روايات الرعب تحديدا والرعب الكوميدي، دي اكتر روايات الناس بتيجي تسأل. المعرض السنه دي في كتب كتيره نزلت، في كتب حلوه كتير نزلت وكذا نوع، يعني مثلا في كتب روايات الرعب منتشره قوي السنه دي، كانت برضو السنه اللي فاتت عليها الطلب كتير، بس هو في المجمل مش زي السنه اللي فاتت برضو. اما السيدات فكانت الكتب اللي بتتناول قضايا المرأة ذات نصيب أقل في الاهتمامات، فمنهم اللي ملهاش اهتمام لقراية النوع ده من الكتب، ومنهم اللي مهتمة بقراية ومعرفة كل أنواع قضايا المرأة. هي ما قريتش، لكن حتى أنا كتابي بيتناول مشكلة الطلاق، وهي مشكلة كبيرة جدا موجودة في الخارج وخاصة في المرأة المهاجرة، نساء البحر المتوسط موجودين بيصارعوا الحياة لوحدهم في بلاد المهجر، ودي مشكلة كبيرة لازم ناخد بالنا منها ونحاول نحطها يعني بين قوسين، نحاول نشوف لها حلول وكده. هو ده معرض الكتاب، قادر انه يلم كل الفئات بمختلف أعمارها مهما كانت الاهتمامات ومهما تعددت إصدارات الكتب لمختلف الكتاب المشهورين أو الجدد، هيفضل دايما فاتح أبوابه لكل أنواع الثقافة والمعرفة المصرية والعربية والعالمية. ماجد عبد الله، تين تي في.